هنشوف بعض النماذج في النشر الصحفي الرياضي هنا بقى. شايف الاهلي ازاي في الفتره ديت؟ مفاجآت الاهلي، موسيماني يصدم الاداره بتوصيه صفقه اليمين، وبيكهام لم يقنع الجنوب افريقي، ملاحظات على تقارير التخطيط والاداء الفني والجهاز الفني يفتش عن وجوه جديده. انا يعني احنا قلنا لكم نقلا عن الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات، الاهلي اكتفى بما لديه من لاعبين وهم كثر وهم اكفاء ويلبوا احتياجات المدير الفني، لدرجه انه ما في مركز الا فيه لاعب واثنين وثلاثه بدايل جاهزه، وبدات الناس تتكلم على انه اقوى ما في الاهلي دلوقتي دكته. ومع هذا يتقال مش مقتنع بسين ومقتنع بصاد. لا هو في حته اليمين بتتقال ليه؟ انت دلوقتي عندك كابتن محمد هاني بعد ما خرج الكابتن احمد فتحي اصبح هو اللاعب الاساسي الدائم، ولكن في تجارب تجارب لحد دلوقتي ما نقدرش نقول بتؤدي بنفس صاحب المركز. انما والا ما انت بيكهام انت جايبه سردباك، ما هي مش مقنعه بتجربه في الناحيه يعني الثانيه. انت لما تشوف امبارح او الامس مباراه الاهلي هتشوف اكرم توفيق في اداؤه في هذا المكان واحد من اللي كانوا بينافسوا على افضل لاعب في المباراه. يعني من اول تجربه له كده الراجل بيعبر عن نفسه في الجزء الهجومي، وهو موسيماني قال كده، قال انا بيكهام انا لما غيرته باكرم لان القدرات الهجوميه انا عايز اهاجم من الحته دي بشكل مكثف اكتر عشان يتوازن الجبهتين اليمين والشمال. يعني احنا مش عايزين نقعد كل ماتش الحساب بالدقيقه والسحتوت لا، وكانه الراجل كمدير فني هو انا لما بجرب يعني هو انا عندي كلمه لذيذه قوي في المؤتمر، حد بيقول له اللحن اليمين فقال الرد اللي انا قلته ده، فقال له احنا عايزين حد زي علي معلول، قال له عندك حد زي علي معلول؟ قول لي عليه. بالظبط. يعني هو عنده محمد هاني ده الباك اليمين الاساسي، لما يجرب اكرم توفيق الهاف ديفندر في المكان ده في سبيل التجارب، الراجل بيخلق بدايل داخليه، ولما يجرب احمد رمضان بيكهام اللي هو اصلا سردباك، انت جايب لاعب هو قلب دفاع جوكر بيقدر يلعب في اي مركز، فهتلاقي باستمرار الراجل بيعمل تنقلات داخليه عشان يحاول يستكشف قدرات كل اللعيبه في مختلف المراكز. اكرم وده طبيعه الفرق الكبيره، انه يبقى عنده فريق فيه عناصر كتيره جدا بتقوم بدور الجوكر، عندها تنوع في قدراتها، عندها فرصه تقدر تلعب في اي مركز، تقدر تواجه اي نقص حد في اي ظرف. فهنقعد نمسك على كل تجربه ان هي فشل؟ لا، ما هياش فشل. مؤكد انه بيكهام او احمد او اكرم توفيق مش هيكونوا بكفاءه الباك رايت الاساسي على الاقل ده مرحليا دلوقتي، ممكن قدام شويه حد منهم يعبر. بالظبط. لكن باستمرار هنمسك على الواحده؟ ما اعتقدش. طيب الاهلي عنده راس حربه كبير جدا زي محمد شريف، راح المنتخب عبر عن قدراته، بقى هداف، بقى الناس سعيده بعودته، بسرعه الحق اصل ولتر بواليا لعب، فيبقى العنوان اللي هتشوفوه حضراتكم الاهلي يحاول احتواء غضب شريف بسبب بواليا. غضب ليه؟ فين الغضب؟ ما هو انت برضو في النهايه كل اللعيبه اللي موجوده هتاخد فرص وبتلعب، لو الراجل فضل شغال بنفس العناصر على طول هتقع منه. العنوان هيبقى الاهلي يحاول احتواء غضب واليا بسبب شريف. بدلها يعني. يعني بص يا استاذ ابراهيم، دي عناوين من اختراع صاحبها. وهو عايز يكتب حاجه. ساعات بيتزنقوا. لكن مش هو ده الاعلام الرياضي. يعني وانت بتدور على موضوع، في مواضيع كتير جدا ممكن تلاقي مواضيع حقيقيه يعني. لكن مساله ان لاعب اول ماتش نشيد بيه بواليا، تاني ماتش عشان ضيع فرصه رغم انه عمل تمريره حريريه ساحره في الجون الاولاني. هيضيع ومين ما بيضيعش يا سيدي. وفكره انك تحاسب الفرود على كل فرصه بيضيعها. اهي شوف شوف الباصه، شوف الباص. شوف التكنيك بتاع الباصه. صحيح. تاني هاتها تاني، شوف التكنيك بتاع الباصه، بياخدها شيب. بص بيرفعها ازاي من فوق الديفنس، حريريه فعلا بقوه تخلي. ودي المفروض لما جاتش جون كانت هتبقى ضرب الجزاء، ولكنه اغنانا على انه يحرج الحكم ويحرجنا انما تتحسب. علي معلول خلصها، علي معلول جاب. ف
فحسين الشحات من الناس اللي تألق طبعا، واخد بالك. المباراة كانت فرصة طيبة جدا ان ناس كتير تتألق. لسه في شوية حاجات هو اضطر يقول لهم يا جماعة الناس دي كلها راجعة من كورونا، محدش فيهم جاهز بنسبة 100%. صحيح. فانت انا باخد من كل واحد افضل ما يستطيع وبجهز التاني عشان انا محتاجهم كلهم عينه على كاس العالم. ايوه. فبيدي فرص لدرجة ان هو ادى رامي ربيع وعارف ان رامي مش جاهز. ولما يخطئ رامي مثلا ولا بتاع يتحمله وما يجيبش سيرة الخطأ بتاعه. لانه عارف انه طبيعي انه متوقع انه يخطئ. المباراة تستحمل. ف يعني الناس اللي ايده في المية تملي مجال ايده في النار، والمسؤولية بتحتم قرارات لا يدركها الاخرون الا بعد تحقيق الهدف النهائي. طيب الاهلي يدرس ترضية محمد شريف بعد رفض احترافه في اوروبا. يعني هم عايزين يخلقوا حالة مرادفة. أيوة. يعني طيب الحمد لله اهو للي الناس عمالة تشتكي وتقول اشمعنى محمد شريف جاي له عرض في اوروبا. بس الراجل لا اشتكى ولا احنا هنسيبه ولا في قصة. هو دي المشكلة، لازم تعرفوا ان انتوا يعني ما هو اللي حضر العفريت لازم يصرفه. ما تقعدش تقول لي ده ميسي وده رونالدو وده مش عارف ايه، ولما اللعيب يقول لك طب قدرني بقى تقول له بأمارة ايه؟ بأمارة ميسي. انت اللي قلت وانا